No, no, no. السلام عليكم. بالحلقة اللي راحت أخذنا الكرة الذهبية وأنا حارس مرمى. يوم يا شباب راح نكمل الموسم، بس قبل ما نبتدي لايك الاشتراك في زر التنبيهات. وسط هذا المقطع أكثر من 10,000 لايك، وشكرا على الدعم بالحلقة اللي راحت. ولا تنسون بالحلقة اللي فاتت فزنا على جوارديولا الفوز الأول 3-1، طبعا هدف انتقامنا لمانشستر يونايتد هو الانتقام من جوارديولا. فاليوم تشيلسي، برايتون، ليفربول، سيلتيك بدوري أبطال أوروبا دور 16، وعندنا مباراة ضد جوارديولا بإذن الله الفوز. راح أكتسب مهارة رابونا بعد 20 يوم إن شاء الله. احنا حاليا بالمركز الاول بالدوري الانجليزي، خلفنا السيتي فرق 7 نقاط، الفارق حلو حاليا، داخل بمرمانا 10 اهداف بس، وهذا الشيء كبير اكيد. والله نادي تشيلسي نادي قوي، وسطهم وهجومهم قوي. يلا بسم الله صافره البدايه، التركيز كل التركيز، واهم شيء ما يدخل هدف بسبب خطا من عندي. الله 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 الله، شو اسوي شو اسوي شو اسوي؟ لا يا شباب انطوه مجال وخلوه يسدد براحته وسجل الهدف الاول، يعني من اول هجمه نلقم هدف. شوف 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 شوف، انتوا رايكم؟ والله الكره بالنسبه لي صعبه. اوب اوب اوب، تصويبه قويه. لا 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 لا، محاولات كثيره من تشيلسي. لا لا، عاليه. شوط اول 1-0. دير بالك. يا سلام يا مصطفى، الحمد لله صديتها يا شباب. كرة اوت الدقيقة 90، ما عندنا اي شيء بهذه المباراة. خلاص للاسف صافرة الحكم، نخسر ضد تشيلسي على ملعب تشيلسي. اوب، مانشستر سيتي بعد يخسرون يا شباب، ويبقى الفارق مثل ما هو. حلو، فزنا على برايتون يا شباب، عندنا ركلات ترجيح بالسكيب طبعا، وتأهلنا المهم لنصف نهائي الكأس. بس هسه عندنا مباراة ديربي، مباراة ضد ليفربول، وان شاء الله اقدم بها شيء ممتاز ويا رب نفوز. يعني ستواني وديفيد نيرس وساديو ماني، هذا هجوم الليفر. تشامبرلين يا سلام، امسك 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 مصطفى، حلوه حلوه. يلا يا راشفورد ارجوك لا تضيع لا تضيع، يلا جول 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 يا سلام. اي بالدقيقة 75 الهدف الاول، اهم شيء سجلنا رغم انه ما عندنا فرص، وحتى الليفر ما عندهم فرص. هذه المباراة اغلبها كانت بخط الوسط يا شباب، بس اهم شيء ناخذ من عندها ان شاء الله 3 نقاط. ثاني الثاني الثاني لا يا جرينوود، لا لا يا سلام يا مصطفى. خلاص سافرت الحكم، نهاية المباراة 3 نقاط حصلنا عليها. اوه السيتي يبقون 59 نقطة، السيتي جاي يخسرون. بدي اشوف السيتي ويا من جاي يخسر. اوكي هنا انا خسران ضد ارسنال، وبهذه الجولة خسران ضد او متعادل ضد توتنهام. اكتسبنا خبرة بمهارة رابونا. والله ما ادري يا شباب على شنو ادرب الحارس، يعني هو حارس مرمى، على شنو تريد تدربه؟ خلينا ندربه على انهاء بهلواني. يلا اوت 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 اوت. طبعا المباراة يا شباب مهمة لان خارج ملعبنا، لازم نسجل ان شاء الله يا رب. حلوة حلوة حلوة، صديت لها. شو شو التصويب يا سلام، بطراف الصابع، خلاص طلعت الكرة. عالية 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 عالية، سهلة سهلة يا حبيبي. تصويب عالي 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 يا ولد، صوب عدل. امسك امسك امسك. للاسف يا شباب مباراة على ملعبهم تنتهي 0-0، فرص ماكو، المشكلة ما كان اكو فرص بالمباراة. يلا يا شباب كل التركيز على الفوز على مانشستر سيتي باذن الله، نطلع بال3 نقاط من جديد. خيسوس هو اللي نازل اساسي عندهم كرأس حربة. يلا نزول لاعبين لارضية ملعب جوارديولا، جوارديولا من جديد ضد جوارديولا. يلا صفرة بداية صفرة بداية. التركيز مصطفى، اهم شيء ما استقبل اهداف. اوه دقيقة 39، هذه هي أول فرصة لنا يا شباب، وراح تكون من ضربة حرة. يلا 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 يلا، عندنا مسددين. حلوة 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 حلوة، برونو فرنانديز الهدف الأول 1-0 من ضربة حرة، يحطها بالشباك. هسه لازم أركز ما أستقبل جول. دي بروين يسدد، دي بروين يسدد، مصطفى يصدر، شيلها يا سلام. حلو مصطفى، تصويب. الله 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 الله، تصدي. الله يا ولد يا ولد يا ولد، خطرة خطرة. لا يا شباب لا، مو بهذا الشكل، عرضية خلفكم. والله ما كنت أتمنى إنه يجي علي هذا، بس عرضية من دي بروين مستحيلة، شنو هذا؟ خلاص يا شباب للأسف تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. يلا هسه مباراة الإياب ضد سيلتك، المباراة اللي تأهلنا لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وإن شاء الله من هذه المباراة راح نتأهل بإذن الله. الهدف الأول الهدف الأول لا يا راشفورد. الله الله الله، بعدي اضرب يا ولد اضرب، دخلي يا حبيبي دخلي، هو الهدف الأول 1-0. جيد، تصويبة مرت مرت مرت. يلا الثاني الثاني يا ولد، لا 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 لا.
الله يا ولد يا راشفورد. مصطفى تركز، مصطفى تركز، مصطفى تركز. الحمد لله يا شباب خلصت هذه الكرة، لو جاي هدف التعادل نخرج من الأبطال. للعلم أنا لحد الآن ما عندي ولا بطولة دوري أبطال أوروبا، بس شوف هنا، شوف التدخل. يا ولد يا ولد يا ولد، والله حلو التصدي. تقييمكم من 10 لهذا الإنقاذ؟ لا لا لا، مو ضد سلتك يا شباب، والله دفاعنا تعبان، دفاعنا ميت. شنو هذا الدفاع جاي يسوي يا حبيبي؟ لا 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 لا، والله صعبة صعبة صعبة، اللاعب ينفرد بالحارس، كيف اخلصها؟ خلاص المباراة انتهت، اتوقع راح يصفر الحكم مباشرة. صافي خرجنا، ها خرجنا، اتوقع خرجنا بالفعل، خرجنا من دوري ابطال اوروبا، من دور ال 16. لا يا انا نهائيا ما محظوظ يا شباب دوري ابطال اوروبا. هذه باقي نتائج دوري الابطال، عندنا مباراة نصف نهائي الكأس ضد ليفربول. تصويب يا ولد، سجل سجل. كأس يعني لازم ناخذ ان شاء الله الكأس والدوري، على الاقل نطلع بالثنائيه. خطير يا ولد يا مصطفى، يا سلام تصدي، امسك. لا يا مصطفى هاي سهله، امسكها. الحمد لله ضاعت، والله نطار اثنين، معناته انا صديت لها يا شباب. الدقيقه 80 لحد الان ماكو ولا فرصه، انا بس اريد نسجل حتى نفوز، حتى نروح المباراه النهائيه، ما اريد نطلع من الكأس مثل ما طلعنا من الابطال. صلاح حلوة يا مصطفى، حلوة 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 يا ولد. يا لا لا لا، يعني المفروض كان يمرر، والله يقدر يمرر بسهولة. خلاص للأسف تنتهي المباراة، نروح للأشواط الإضافية. يلا يلا يا سلام، خلاص يا حبيبي خلاص، هو مارسيال والهدف الأول. اوه عالي عالي عالي، نهاية المباراة، نتأهل المباراة النهائية، فوز على ليفربول. اوه النهائي راح يكون ضد ايفرتون. من بعد مباراة ليفربول سويت سكيب لهواي مباريات، وفزنا ببعضها وخسرنا ببعضها يا شباب للأسف، بس الخبر الحلو انه بعدنا احنا متصدرين للدوري الانجليزي، وهسه عندنا مباراة مهمة ضد ايفرتون بالكأس، هذه المباراة نهائية، يعني يا شباب بطولة، الدوري شبه ضامنينه، فرق 10 نقاط مثل ما تشوفون عن تشيلسي، الفارق كبير جدا عن تشيلسي، فإن شاء الله الدوري مضمون بإذن الله، يبقى لنا الكأس. الأبطال خلاص للأسف ودعنا. يلا يا شباب يلا، أريد أول بطولة مع اليونايتد إن شاء الله، يلا خلي نجيبها وندخل لهذه المباراة. شباب بما أنه وصلنا تقريبا النصف الحلقة أو عبرنا نصف الحلقة، أريد أطلب من عندكم طلب، كملوا الحلقة للأخير وكتبوا لي رأيكم بعنوان أغيره، أغير العنوان عادي طبيعي جدا، فشوفوا لي عنوان نغير العنوان اللي حاطينه إحنا، إذا عندكم ببالكم عنوان. طبعا هذا راح أختاره من أول 4 ساعات تقريبا من اللي يشوفون المقطع، أفضل عنوان أختاره، هاي كل حلقة راح أسوي هذا الشيء يا شباب. حسب مجالات الحلقة أريد أنتوا تختارون عنوان شاطح، أقصد عنوان للفيديو نفسه، يعني نفس الفيديو أغير عنوانه. إذا شفت عندكم عنوان يعني خارق رهيب ضد ريتشارلسون يلعبون بالأربعة خمسة واحد، مباراة صعبة صح؟ أنا من أشوف ماجواير هو القائد يا شباب، يأس من الفريق بالكامل، أنا أتوقع أنه قلبين الدفاع اللي عندنا لازم يتبدلون، أي حال من الأحوال ما يهمني من القائد يكون، بس المهم قلبين الدفاع يطلعون، يجيب لنا قلبين دفاع حديد حتى ناخذ دوري الأبطال إذا إدارة مانشستر تريد دوري الأبطال. تصويب بعيدة، محاولة تعبانة هذه يا فان دي بيك. تصويب، والله وصديت لهذه الكرة بالطيران يا حبيبي، جيبها يا وان بيساكا، يعني الكرة كان ممكن تجيبها. امسك 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 مصطفى. شوط أول للأسف ينتهي نتيجة 0-0، روح الشوط الثاني. الله الله يا حبيبي، إيه هدف بالدقيقة 52، هذا الهدف ممكن يتوجنا باللقب يا شباب، أنا صديت الكرة يعني لا تنسون هذا الشيء، انحسب لي صح؟ شوف هنا الأسيست من مارسيال، جرين وود حاطها بالشباك، المهم تقدمنا وخلي حافظ على الهدف. لا لا ارجع 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 ارجع، خلاص يا شباب خلاص 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 خلاص، لقب كأس انجلترا نحصل عليه، واعتقد هو نفسه كأس الاتحاد حسب ما اعتقد يا شباب. المهم فزنا بالبطولة 1-0 بالنهائي على ايفرتون، وتوجنا بهذا اللقب، ولقب الدوري بعد راح ناخذه ان شاء الله، طلعنا بالثنائية من انجلترا، الابطال خرجنا من دور ال 16 ويعتبر فشل كبير، بس هذا اول موسم إيدي بدوري ابطال اوروبا وما اتحمل انا الخسارة اكيد. ماجواير خلاص اطلع،
اطلع ما اريدك مصطفى، وخر عنا يا حبيبي. هو انت اصلا ما تريده بالفريق، وخر يا مصطفى. هذا هو اول لقب إني مع اليونايتد هذا الموسم، وايفرتون بالمركز 17. ايفرتون جاي تنافس على الهبوط يا شباب. مباراه الدوري سكيب اكيد، فزنا 4-2 رسميا. هذا هو فريق الموسم، جرينوود وراشفورد من فريقنا، انا للاسف ما موجود يا شباب. هذه هي الالقاب الفرديه بالدوري الانجليزي كلها من مانشستر ولاعيبه مانشستر. اوكي اختاروني ضمن فريق نجوم العالم. طيب منو اخذ بطوله دوري ابطال اوروبا؟ بايرن ميونخ فازوا على مانشستر سيتي. الحمد لله ان السيتي خسر، جوارديولا خسر سنه الثانيه على التوالي يوصل للنهائي الابطال. هداف الابطال جيكس لاعب بايرن ميونخ. هداف الدوري الانجليزي جرينوود 27 هدف. خلينا نشوف تصنيف الانديه ايش قد احنا بالمركز الرابع عالميا. اتلتيكو مدريد بالصداره يا حبيبي. على طاري اتلتيكو مدريد يا شباب، خلينا نروح نشوف مركزهم. فريقي السابق ماخذين الدوري، بالفعل ماخذين الدوري الاسباني، فارق نقطه واحده على برشلونه. ريال مدريد بالمركز الرابع، طبعا ريال سوسيداد مركز ثالث وفريقي بعد السابق. عندنا مباراه وديه نجوم العالم ضد مانشستر سيتي. السيتي اعتقد لانهم ابطال دوري الابطال بالموسم اللي راح، ضد نجوم العالم فزنا عليهم، جلدنا جوارديولا من جديد. ايش قد تصنيف المنتخب البرازيلي؟ الاول ابطال العالم، هم الاول عالميا. طبعا نهايه الموسم راح ننتقل لموسم جديد. عمري 25 سنه، طاقتي 96 لاعب، 441 مباراه، مسجل هدف واحد اعتقد ايام ريال سوسيداد، والله ما اتذكر يا شباب، اللي يتذكر خليه يكتب لنا بالتعليقات. هذه هي مسيرتي قادش ريال سوسيداد، كانت مسيره جنونيه مع ريال سوسيداد، وصلنا نهائي ابطال. عندنا ليفربول، افشل محطه بحياتي كانت هي ليفربول يا شباب. اتلتيكو مدريد حطمنا ارقام، دسنا على انديه، لكن خسرنا ابطال مرتين، نهائي خسرنا للاسف. وعندنا مانشستر يونايتد، بدايتنا هذه مجرد البدايه ومجرد موسم اول معاهم. الانديه اللي هبطت والانديه اللي صعدت للدوري الانجليزي الممتاز، ديربي كاونتي، برايتون، نوتنغهام الى الشامبيونشيب، استون فيلا، بورلي وكريستال بالاس رجعوا الى الدوري الانجليزي الممتاز 2028-2029. يبدي يا حبيبي، وعدنا بدايه الكوبا امريكا. اوكي خلينا نشوف مجموعتنا بالكوبا امريكا يا شباب، ويا رب المجموعه والمكسيك وفنزويلا والباراغواي. الارجنتين ويا الاوروغواي والبيرو وكوستاريكا، كولومبيا، تشيلي، امريكا والاكوادور. كيف امريكا جايه ويا كوبا امريكا؟ شباب بس صححوا لي المعلومه، هل فعلا امريكا ويا الكوبا امريكا موجوده؟ والله نسيت الصراحه، ما ادري، اكتبوا لي بالتعليقات. الحلقه الجايه ان شاء الله عدنا نلعب ضد المكسيك وفنزويلا والباراغواي، واذا تاهلنا راح نكمل الكوبا امريكا، يعني حلقه الكوبا امريكا، وننطلق ممكن حتى كاس السوبر الانجليزي، وندخل الموسم ان شاء الله. فالحلقه الجايه تكون حلقه رهيبه باذن الله. لايكاتكم، اشتراكاتكم، تنبيهاتكم، شكرا للمشاهده. شباب اذا تبون الحلقه تنزل بسرعه وقت 12 لايك وبس. شكرا للمشاهده، في امان الله.